واقف على مرايه طلع بحالي ما اعرف انه هذا مين، ما بعرفه. صدمه نفسيه يعني، كان صدمه نفسيه طبعا. صدمه نفسيه قد ايه اخذك وقت؟ سنة ونص. أداؤه المختلف وطلته الجذابة ما كانتش من تجسيد شخصيات فريدة في أعماله الفنية، وإحساسه العالي مش مجرد جزء من أداؤه الفني، ده حتى على المستوى الإنساني. تفاصيل أكتر هتعرفها عن حياة باسل الخياط العاطفية وكواليس أقوى صدمة نفسية عاشها في حياته، هتعرفها معايا في الفيديو ده. اتولد باسل الخياط في دمشق في أغسطس سنة 1977 في حي شعبي اسمه الديوانية. طفولته ما كانتش سهلة، فنزل للشارع يشتغل وهو لسه في ابتدائي، مش عشان أسرته في حاجة مادية، ولكن لأن كل الأولاد في الحي بتاعه بيشتغلوا في السن ده. أما الموقف الأصعب وقتها لما اتصاب بتعب خطير سبب له آلام شديدة في المفاصل، وكان يدوبك في تالتة ابتدائي، والموضوع اتطور لدرجة أنه ما كانش قادر يمشي نهائيا لمدة شهرين. حب الفن كبر جوه باسل من صغره، ولما قرر يدرس تمثيل اتصدم برفضه في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، إلا أنه تمسك بحلمه واتقبل في السنة اللي بعدها، وتألق بعد التخرج بأعمال درامية سورية، وكمان اقتحم الدراما المصرية وحقق قاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي كله. حساسية باسل المفرطة ما خلتهوش يتقبل فكرة فشل قصة حب قوية عاشها في بداية عشريناته، واستمرت حوالي 6 سنين. وفي الوقت اللي ما كشفش سبب فشلها اعترف انه بسببها لجأ لدكتورة نفسية ساعدته عشان يقدر ينسى ذكريات وبطلة القصة دي. وبعد شهرته حب الفنان السوري النجمة التونسية هند صبري خطبوا، إلا إنهم ما قدروش يكملوا. المفارقة إن باسل اتجوز واحدة من أشد معجباته وهي ناهد زيدان، اللي لما كانت بتشوفه على الشاشة كان قلبها بيدق بسرعة، وكان عندها شبه يقين إنه هيكون من نصيبها. وأول حاجة جذبته في ملامحها كانت الشامة اللي بتميز وشها، وعنها قال الشامة السبب. أول ما شفت ناهد قلت هي دي الإنسانة اللي عايز أكمل معاها، علاقتي بيها أعمق وأكبر من الحب، علاقتي بناهد وجودية، بسعد لما بتسعد وبفرح لما تحقق طموحها. وأنجب باسل من ناهد ولد اسمه شمس وبنت سموها إيزابيل. أما الأزمة النفسية الأصعب في حياة باسل واللي أثرت على حياته الشخصية والمهنية فكانت بعد الأزمة السورية، ما كانش مصدق اللي بيحصل في بلده وما قدرش يتجاوزه زي أي مواطن سوري، وتأثر بس كمل حياته. وعن الفترة دي قال عشت حالة اكتئاب صعبة، وزني قل ودقني طولت وكنت مغيب وببص في المراية معرفش أنا مين، الكاميرا بقت عدوتي وفقدت القدرة تماما على الوقوف قدامها. وقتها خد باسل مراته وابنه سافروا فرنسا على امل الدنيا تهدى شويه، وهناك وضعه ساء كل ما يفكر في مستقبل ابنه. وفي يوم كان خارج معاهم في حديقه اللوفر وفجاه ظهرت قدامه عجوزه فرنسيه في السبعينات وسالته هو منين، ولما عرفت انه من سوريا حاولت تلطفه لما شعرت وعرفت سبب سوء حالته، لدرجه انه صعب عليها وادته 10 يورو. والغريب ان باسل خدهم منها وما حاولش يفهمها انه مش متشرد ولا شحات، بس وقتها ما كانش في كامل وعيه. الموقف ده اثر كتير على باسل بعد كده لما بدأ يستعيد إدراكه وفاق لنفسه، لما فكر هو ممكن يوصل لإيه لو استسلم لحالة اليأس اللي عايشها. وبعد سنة ونص معاناة قدر يرجع يقف تاني قدام الكاميرا ويمتع جمهوره بأعماله الفنية المتميزة.